والعراق هو رئيس البرلمان. بس احنا على العراق تعال اليوم خلوا فلان وخلوا هو هذا خطا للعراق. ايران امريكي روسي هم يعني أولا نحيي كل قنوات الفضائية التي تقوم بنقل بعض الحقائق من الشارع المتظاهرين. قضيتنا ليس قاسم سليماني، قضيتنا انتخابات، قضيتنا رئاسة، قضية تعديل الدستور. وجوده أم عدم وجوده لا يعني شيء بالنسبة للمنظومة السياسية، يعني لا تجعل قضيتنا قضية قاسم سليماني. قضيتنا انتخابات حرة نزيهة فردية 100%. بعد مقتل سليماني أرى نفسيتي ومعنوياتي مرتاحة، يعني يومي الصبح ما تريق، اليوم تريقت براحة. أول شيء راح تقول لي ليش؟ راح أقول لك أول هدف عندنا سليماني هو السبب بمقتل شبابنا الشهداء الأشراف ورحمة الله عليهم هذا اليوم. ثاني شيء توا كلام الحج هنا يقول سليماني ما يهمنا بأي شيء مقتله، لا يهمنا بالعكس، سليماني قتل شبابنا، سليماني أزيب من 100 امرأة أو أزيب من 1000 امرأة عراقية تبكي على ابنها اللي كله تون سبب للسبب سليماني. فهاي حوبة الأم العراقية، مو بس ينعش، بالعكس عندنا عيد اليوم، تبيك الله وزعنا تكليات ونعلة الله على كل واحد يترحم على سليماني. سليماني إنسان كافر، نعم ضرب الإيران من قبل أمريكا، بس إحنا نريد نوجه فرد سؤال أو أي سؤال لأمريكا والإيران، اللي عنده حرب يتحارب بدولته ما يتحارب بدولتنا. نسأل الله وللبيت تخلصنا واسم من سليماني ومن علي خامنئي ومن قيس الخزعلي وهادي العامري وعمار الحكيم وغيره ونور المالكي وحيدر العبادي، كل مجرم سبب مقتل المتظاهرين. سليماني فعل ما فعل هو ميليشياته ضد الشباب الثوار العراقيين الشرفاء، قتل الشباب، اعتقل الشباب، خطف من الشباب، جرحى عندنا من الشباب نصهم مشلول وضال بالمستشفيات. هاي يقول لك لا ما لها حوبة مثل سليمان، لا لها حوبة أزيد. سبق وأن حذرنا مراراً وتكراراً عدم التدخل بالشأن العراقي قلباً وقالباً، سواء كان من إيران أو من أمريكا أو من دول الجوار أو من أي دولة تريد تهيمن على الشارع العراقي. طبعاً نحكيها بكل صراحة، أثلج قلوبنا قتل هؤلاء الأشخاص لأنهم يتدخلون في الشأن العراقي قلباً وقالباً. حكومة ما تتشكل إلا بأوامرهم، ما تشكل، ما تنشال طابوق أو تتنقل إلى مكان آخر إذا ما يتدخلون بها قلبا وقالبا، وهذا مرفوض لدى الشارع العراقي ومرفوض لدى الأحرار العراقيين قلبا وقالبا. طبعا مقتل سليماني راح تتحول ثورتنا إلى ثورة أخرى، ألا وهي هو أقدر أعتبره انتصار للشارع العراقي وللمواطن الفقير، لأن مثل ما ذكرت لك سابقا أن قاسم سليماني يتدخل بكل شيء في بالعراق، فلذلك أنا راح أحس أن العراقيين راح يتحررون نوعا ما. وكذلك مو فقط مقتله، ولكن يجب أن يضع الفيتو على رؤساء الميليشيات، رؤساء الميليشيات يضع الفيتو عليهم
ويلقون القبض عليهم لكي يكون عراق خالي من الفساد ومن الميليشيات الوقحة التي عاثت بالأرض فساد ووصلت المواطن العراقي لأدنى من الفقر، ويتحرر العراق من هذه الميليشيات الوقحة النتنة ويبقى حر باختيار ما يمثل الشارع العراقي. نعم، إنها ضربة لإيران وضربة قاسية وقاصمة وكسر لظهر إيران وميليشياتها الوقحة وكل الدول التي تقف مع الشر إيران، هذا يعتبر خنجر في خصرها. ونحن مع هذه الضربة. مقتل سليماني، أنا سبق وأن نوهت لك أنه مقتل سليماني يعتبر انتصار للشارع العراقي، للمواطن العراقي الفقير، لأن قاسم سليماني وكذلك الآخر المهندس وغيره يتدخلون في الشأن العراقي ويتدخلون بمواصفات اللي يحكم الشارع العراقي حتى يكون ولاء لإيران ولدول الجوار، وخيرات العراق تنقل إلى دول الجوار وإلى إيران، وتاركين المواطن العراقي يعاني الأمرين من جوع ومرض وقهر وفقر ورداء التعليم. هذا كله سببه إيران ومن توليه على الشارع العراقي، فلذلك يعتبر انتصار للشارع العراقي والمواطن الفقير بصورة خاصة. طبعا كثير فعلت كثير من ميليشيات قاسم سليماني والميليشيات الأخرى قتلت المتظاهرين بدم بارد وخطفت المتظاهرين ودون جدوى طبعا، ومثل ما ذكرت لك دمرت العراق ودمرت اقتصاده ودمرت ثقافته ودمرت تعليمه ودمرت صحته ودمرت كل شيء جميل على بلدي المحروم. هذا البلد أرض الحضارات، أرض الأنبياء، ومع الأسف تدخل هذه الدول الجوار وتدخل هؤلاء الميليشيات التي عاثت بالأرض فساد أخرت الشارع العراقي قرون إلى الوراء. فلذلك نتأمل خير في قتل هؤلاء، أنه يتحرر الشارع العراقي وينفض الغبار من على جبينه لينفض ليستطيع أن يقف من جديد عراق خالي من الفساد، عراق خالي من الميليشيات، عراق خالي من دول الجوار وتدخلها بالشأن العراقي. فلذلك أتأمل خير أني وأصدقائي والشارع العراقي بصورة عامة. انتهاك لسيادة العراق فهو مرفوض، يعني أي شخصية كائن من تكون تقتل بالعراق احنا نرفضها، يعني رغم الأسباب رغم هاي نرفض أي تدخلات سواء كانت إيرانية وسواء كانت أمريكية. فهذا شيء يدلل أنه سيادة ماكو، حكومة ماكو، دولة ماكو. يعني لو أكو دولة ما تجي أحزاب وتضرب المتظاهرين وتضرب السفارات وتضرب صواريخ وناس ترد على ناس، بس هي دولة ماكو، سيادة ماكو. هي السيادة سقطت شوكت من دخل ترامب وطلع ما حد يدري بيه، من دخل سليماني وطلع ما حد يدري بيه، من دخل وزير الخارجية أقول رئيس الاسترالي وطلع ما حد يدري بيه. سيادتي إيش هاي حقيقة، أنه لا سليماني لازمنا ولا ترامب لازمنا، احنا شعب حر طلع انتفض من قد الظلم والطغيان من قد اللي صار بينا. احنا لا سليماني ولا ترام، احنا هاي شخصيتين احنا اصلا ما نعترف بيها. ليش؟ احنا عراقيين، احنا جاي ندافع عن بلدنا، ما اريد واحد يدافع عنا ولا ناخذ واحد يجيب حقنا، احنا زلم واحنا طلع حقنا. بعد هاي تصفيه حسابات ويردون العراق انه يحترق، يحترق بمن؟ ليش ما يقاتلون بجنودهم؟ يجي الجند الامريكي والايراني تقاتلون وفضت راحت، ليش يدخلون العراق بالنص ويردون يصفون حساباتهم بالعراق؟ احنا كمتظاهرين كشعب عراقي نرفض اي تدخلات سواء كانت خارجيه كائن من يكون، ما عندنا خط احمر. والله هو سليماني ما اجى بيده وصك،
ولا كتله متظاهر بيده. احنا هاي حقيقه، هم الاحزاب اللي حكمتنا هي اللي كتلتنا، سواء كانت دفع من امريكا او من ايران. احنا هذا احنا شو نريد؟ احنا نريد انه احنا ليش احنا ليش نطالب برئيس وزراء عراقي صرف؟ احنا هسه واحد ليش يقول لك طالب برئيس وزراء عراقي صرف او رئيس جمهوريه صرف؟ لانه ملينا من تدخلات. يعني احنا صارنا 16 سنه يعني ملينا، يعني حتى القيمه العراقي باقي الدول قام ما حد يحترمه بسبب التدخلات او سبب العماله اللي يدخلونها منا ومنا. ان ما حصل في العراق كل متفق عليه انه انتهاك للسياده العراقيه، يعني المشيات والاحزاب والقوات المدججه بالسلاح وعسكره المدينه، هذا كله مرفوض جمله وتفصيلا. علينا ان نسرع في تشكيل الحكومه الجديده التي من شانها ان تحافظ على العراق وامنه وسلامته. اما بالنسبه لما حصل لقاسم سليماني فأعتقد أنه هذا يصب في مصلحة التظاهرات في العراق، لأنه هو المسؤول الأول والأخير كان في قتل الشهداء الذين سقطوا، وهذه ثابتة. وكل الميليشيات تقريبا الذين يعلنون أنهم لن ينضموا إلى القوات الأمنية يعني خارجين عن القانون يقودهم سليماني. أما مقتل سليماني فأعتقد هو نصر للعراقيين، لأنه بشر القاتل بالقتل، ومن قتل نفس بغير نفس كأنما قتل الناس جميعا. والتدخل الإيراني السافر كان في العراق محض أنظار العالم كله والمتظاهرين خصوصا، بأن التدخل الإيراني هو من أجهض العراق ومن أخر العراق ومن أوصله إلى هذه المستويات الرديئة بين مصافي الدول المتقدمة. العراق اليوم يحتاج إلى قيادات تنجيه من هذه التدخلات، سواء كانت تدخلات إيرانية أم تدخلات أمريكية أو أي أطراف أخرى. نريد تشكيل حكومة والإسراع بالانتخابات المبكرة لكي نشكل حكومة تقوم على الحفاظ على العراق. هذه الحكومة غير قادرة على سن القوانين والحفاظ على سيادة العراق. بالنسبة للحدث اللي صار اليوم، طبعا أغلب العراقيين إذا ما قلنا كل العراقيين كانوا فرحانين بالخبر، وكانوا مبتهجين باللي صار. طبعا يعني إذا تشوفها من ناحية سياسية، من ناحية عامة، على فكرة الموضوع على قولتنا بالعراقي واحد يضرب بالثاني وإحنا ما لنا علاقة. بس كعراقيين وكتظاهرات واللي صار موجود، ترى سليماني كان له تأثير كبير، وهو أحد الناس اللي قمعت التظاهرات وأحد أسباب قمع المتظاهرين، ونقدر نقول هو الإيد اليمنى اللي انقطعت. ثورة العراقيين على فكرة ما يحتاج لها أي مسبب حتى تنتعش، لأن يعني أصلاً منتعشة، ثورة منتعشة وظالة وباقية وراح نظل مستمرين إحنا. فماكو أي سبب لا اليوم ولا باكر ولا بعده، بس تقدر تقول يعني اللي صار كله بين حقيقتهم، واللي صار قبله لما هجموا على السفارة لما كذا كذا، الأمور اللي صارت بينت على حقيقتهم وبينت الناس اللي كانت تخرب، وبين الطرف الثالث بكل وضوح للناس كلها. مقتل سليماني بالنسبة للمتظاهرين وللشباب هي فرحة صحيح،
بس هي جزء يعني جزء كبير راح من عاتقنا طبعا، ومثل ما نقول ثقل وخف شوية، لأنه تعرف قائد عسكري وجنرال مثل سليماني كبير وينقتل ويغتال بهالطريقة هذه، وبطريقة مثل ما نقول على فكرة طريقة استهزائية، يعني لأنه طار من سيارة يعني بشكل الكل واضح للإعلام، واضح شلون كان القمع ومنو كان مسببه ومنو كان اللي داير على الموضوع كله، ونعرف الأحزاب اللي كانت منتمية لإيران، ونعرف الأحزاب اللي هي من ضمن انتمائها وولائها لإيران، واللي كان قائدها أو موجهها ومرشدها اللي هو سليماني. فانتهى الموضوع، إن شاء الله مستمرين إن شاء الله. الرحمة والخلود على شهدائنا الأبرار، على شهداء المتظاهرين. بالنسبة لهاي اللعبة اللي هي الخطة الإيرانية اللي سووها، الله سبحانه وتعالى يقول لك وبشر القاتل بالقتل حتى بعد حين. والله هي النفسية مرتاحة كلش بالمناسبة، يعني هذه هي الفرحة يعني ما تعوض، لأن تهديدات قاسم سليماني اللي هدد الشعب، وهاي الخطة اللي هم سووها، هم خطة هم طبعا هم سووها وهم اللي وقعوا بيها. الله سبحانه وتعالى يعني ما يقصر، كل ظالم الله يسلط عليه ظالم، والحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى ما يقصر. يعني بعد هذا الظلم اللي ظلمونا، اللي عذبوا شبابنا، اللي ما خلوا شيء ما سووا بينا، يعني جاي تشوف انت مثل ما جاي تشوف الشباب اللي بعمر الورد جاي تروح بسبب من؟ بسبب الملاعين، لعنة الله عليهم. والله كل من حسب رايه، احنا اراء يعني مثل ما تقول، اكو بيها بعض العالم يعني اللي الضوج من هذا الشيء. هي خطه مثل ما قلت لك، خطه ايرانيه يعني، وهدد سابقا، والله سبحانه وتعالى يعني مثل ما جاي يشوف يعني قضى عليهم. احنا نريد نقول لهم وين كنتوا يعني، الا نتيجه جابت طبعا ساحات التظاهر جابت نتيجه 95% اللي سووه هم، سووه على مود يسوون بلبلة، سووا البلبلة. وين كانوا؟ ليش ما طقوا السفارة الأمريكية قبل؟ ليش سووا هسه وطقوا السفارة الأمريكية؟ ليش يريد يصفى العراق؟ ليش طلعنا نريد نطلع الأحزاب؟ ليش حطمنا البرلمان؟ يعني سووا هاي الخطة، والحمد لله وشكر هم اللي وقعوا بيها. يعني ما احتراماتي للشهداء الآخرين اللي ما لهم ذنب، يعني الذنب بيهم بالكبارية مالتهم. والله قلت لك كل من وراي، بالنسبة لي يعني بعض العالم هي قلت لك هاي الخطط ايرانيه، واللي اكو عالم بعض العالم تقول والله هاي اللي راح يطيح بيها، راح يوقع بيها العراق. والله انا بالنسبه لي واحد من الناس، خلي نروح جد عدد العراق 35 مليون، احنا خل نروح 4 ملايين 5 ملايين، فدوه اللي يريد يصير فدوه للشعب، فدوه لكل متضار، فدوه لكل مواطن. بس اذا صفى العراق انا بالنسبه لي اول واحد مفد بروحي، خلي يصير اللي ما يصير، خلي يصير علينا. توقعوا حاجتك، قلت لك هددوا هواي هددوا المتظاهرين، حبوا يسوون بلبلة، كل شيء سووا بينا، والحمد لله وشكروا ما تراجعنا. واحنا صامتين من يوم 25 لهذا اليوم، احنا هنا متواجدين، ولا يتوقعون ان يعني ننسحب منا اذا ما تتنفذ مطالبنا. احنا نريد رئيس وزراء مستقل ولا مستقيل، لا تابع الحزب ولا راعي يتبع الحزب. ومثل ما راح نجيبه، راح نفسيتنا اذا طلع مو خوش ادمي راح نشيله، ما راح نخليه. ان شاء الله ما راح نخلي اي شخص فاسد راح نقضى عليه.
يعتبر هذا انتهاك للسيادة العراقية التي طالما تم انتهاكها. لذلك أنا فعلا أشعر بالحزن. نحن شعب نريد أن نعيش بسلام، نريد أن نعيش بطمأنينة. بدون السلام لا يمكن أن تتحقق أحلام الشعوب. آمال العراقيين تنحصر داخل العراق، داخل الخارطة العراقية، داخل السياسة العراقية. مشكلتنا مع السياسة العراقية أو النموذج السياسي العراقي، نحن لا نرمي شباكنا خارج الحدود، مشاكلنا في داخلنا. الجمهور العراقي يسعى إلى نظام سياسي جديد عراقي صرف 100%. هو صراع الإيراني العراقي صراع موجود وليس جديد. نحن لا نحاول أن ندخل أنفسنا في هذا الصراع. الصراع صراع أيديولوجي، صراع قديم ليس حديث، صراع نفوذ. الولايات المتحدة الأمريكية تتحسس من التوسع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط أو في البلدان العربية، لذلك لديها مشاكلها مع إيران. أما نحن كعراقيين فليس من مصلحتنا أن ندخل أنوفنا في هذا الصراع، ونتمنى أن ينقلوا صراعهم خارج حدود العراق. الميليشيات التي تعرضت للتظاهرات هي ميليشيات عراقية، وإحنا مشكلتنا العراقيين مشكلة داخلية، مشكلة العراقيين مع العراقيين. لو كانت هذه الميليشيا تتمتع بالروح الوطنية، لما استمعت لرأي فلان أو رأي فلان من خارج الحدود، ولما استعملت العنف والقوة والإرهاب ضد مواطنين عراقيين بني جلدتهم وبني بلدهم.